في إطار مسابقة الابتكار الحكومي فكرة التي أعلن عن إطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عقدت دورة تدريبية مكثفة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لأربعين فكرة تأهلت من أصل 565 فكرة تم التقدم بها إلى المسابقة، وذلك بعد عملية الفرز والتقييم. وتهدف الدورة التدريبية التي أقيمت بالمعهد تحضير أصحاب الأفكار المتأهلة من أفراد ومجموعات للمرحلة القادمة لعرض أفكارهم أمام لجان تقييم تضم مسؤولين متخصصين. وتأتي مسابقة الابتكار الحكومي فكرة بهدف تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها محركا رئيسيا للتطوير وبلورة الأفكار الخلاقة، وإتاحة الفرصة لإشراك موظفي القطاع العام في بلورة الأفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودته ومخرجاته وفقا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تستند عليها مختلف البرامج والمبادرات. تجدر الإشارة إلى أن أصحاب الأفكار المتأهلة سيقومون بعرض أفكارهم على لجان التقييم يومي الأربعاء والخميس في مركز عيسى الثقافي لتقييم أفكارهم واختيار 12 فكرة للتأهل للمرحلة المقبلة التي يتم فيها عرض الأفكار على لجنة من الوزراء ليتم اختيار المشاريع النهائية. فكرة، مسابقة ترحب بالفكرة وتعلن احتضانها لها فور ولادتها، حتى إذا تنفست روح الإبداع فيها انبرت لتنفيذها متطلعة لعظيم العوائد الآتية منها، غير متغافلة بموازاة ذلك مكافأة العقول التي أجزلت العطاء بنجواها جراء عصف خاضت به أذهانها ليفضي بحلول عملية تسهم في تطوير آليات العمل الحكومي. في المعهد احنا دورنا ان احنا ندرب المجموعة اللي تم يعني اختيارهم من مجموعة الأفكار التي وردت، ندربهم على أساس ان يستطيعون يقدمون الفكرة أمام اللجان التي سوف تقوم بتقييم الأفكار في الفترة القادمة. طبعا احنا يعني كثير منهم يمكن مو متعود انه شلون يوصل او يبيع الفكره، يوصل الفكره يبيعها على ان صح التعبير، احنا نقول يبيعها يسوقها. علشان يكونوا مستعدين حق هذه المرحله، فاليوم عندنا هذه يوم تدريبي كامل. مسابقه الابتكار الحكومي باهدافها الايجابيه تاتي بدوافع تحفيزيه تقوم باستثاره الطاقات الكامنه لدى العناصر البشريه البحرينيه على اختلاف مجال عملها بصورة علمية، لتؤكد ضرورة توليها زمام المسؤولية وتحقيق الرؤى المطلوبة بالشكل الذي يعود بالنفع على مختلف القطاعات التنموية والخدماتية، الأمر الذي يبشر بأكمل الخير على البحرين ومواطنيها. نتمنى من خلال هذه الورش يعني يتم التقاط هذه الأفكار الإبداعية اللي ممكن تطور من البلد وتجعله يواكب التطورات التقنية والاقتصادية وغيرها اللي حاصلة في العالم. كمورد طبعا الأفكار اللي ربما تتغير من شخص لآخر، بس كلها في الأخير تخدم مملكة البحرين وتوجهات المستقبلية. الفكرة أن احنا بنمر في مراحل مختلفة، وخصوصا المرحلة الأخيرة، ومنها موضوع التوازن المالي. لربما تكون هناك أفكار من عندي أنا ومن عند أشخاص ثانيين أهلتنا أن احنا نكون لربما تحت المجهر، أن نكون أقرب من ناحية مشاركة هذه الأفكار، أن تكون مستقبلا مطبقة ويكون لها مردود فعلا على الاقتصاد. مسابقة تتيح الفرصة أمام موظفي القطاع الحكومي للتنافس فيما بينهم لتقديم مقترحات إبداعية فاعلة تصب في خانة الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، حيث ستمر مقترحات المشاركين بمراحل عدة، كمرحلة مراجعة المقترحات من قبل لجان التقييم، ومن ثم مرحلة العرض على لجنة من الوزراء المعنيين
لتليها آلية التنسيق مع الجهات المعنية والموافقة النهائية، وصولا إلى مرحلة البدء في تنفيذ المشاريع المقترحة وترجمتها على أرض الواقع. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.